الجماهير ونرحب بالجماهير الذين خلف الكواليس إلى نقل مباراة العروبة مع المستقبل. الآن يبدأ النشيد الوطني. اليوم خلف فريقين لوحيهم كبار وطوال وعراب ومشنبين ومدقنين، وين قد ساقوهما كذنية مطوهم تشان هربع عماد. لا جبرك تقول ناري ولا إيش؟ نعم نعم. يا عماد برحك برحك انت يا منحوس يا عماد. انت منحوس اليوم جات نحس الخبره قل وحيهم انهم ينتحسوا بسببك. لسه عادهم ما قد بدأوا، الحين بيبدأوا ان شاء الله. عادهم مجتمعين مع الحكم ليدي لهم التعليمات، والان بيبدا القرعه والصافره تنطلق. الان انطلقت صافره الحكم، عليكم ان تصمتوا ايها الجماهير الذي خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم تنطلق. بسم الله بسم الله بسم الله. الان خطا للعروبه، ضربه مباشره من النصب، خطا للعروبه على المستقبل. لعب يا حبيبي، نار نار لعب. الان جاء الله يبدا يحمى الضغط على المستقبل لصالح فريق العروبه. شغلتنا يا عماد، لا اقول لك شغلتنا يا عماد. هجمه للعروبه، بس الله يستر. هجمه على العروبه بس الله يستر الى خارج ارضيه الملعب، ضربه مرمى. نار نار ان شاء الله انه نار. نريد متعه ولكن لا خارج ارضيه الملعب، ضربه مرمى. لا ضربه مرمى العروبه طبعا. انا قريب المعلق، قريب انا بسياره جنب المنصه، ما حد جنبي لي حاكه. يو 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 يو، ضربه الى القائم لصالح فريق العروبه والى خارج ارضيه الملعب. العروبه تهاجم بكل قوه، العروبه تهاجم بكل قوه، ولكن الدفاع يردها الى منتصف. هجمة العروبة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. الآن ضربة مرمى للمستقبل، وهكذا الكرة نار يا حبيبي، نار بالراس بالرجل بالفوق طالع نازل كلهم نار يا حبيبي نار. هجمة العروبة، هجمة إلى خارج أرضية الملعب. يا غارة الله يا رباه، يا هذا اللعب النار. الانترنت ما يداري ايش قده ضعف الان، تقول ليش ضعف؟ ما كره لي ارتسلين المقاطع الصوتيه. والله يا هجمه بهجمه يا حبيبي نار نار، قوه القوه قوه القوه نار طالع نازل، هجمه بهجمه وكلهن هجمات خطيره. والله ربنا يستر لمن الفوز اليوم. انا اتوقع ان شاء الله ان شاء الله للعروبه، العروبه. بعدين بكلمك يا عماد، بعدين انا بوريك ايش فيك مفجوع. هجمات انا على العروبه بقوه قوه لصالح المستقبل. والله كاد ان يكون هدف ضد العروبه على العروبه. الله يستر، والله ضربه قوه. كاد ان يكون هدف على العروبه لصالح المستقبل، لولا أن ارتفع شوية من على القائم. ضربة قذيفة قوة بقوة. تمام يا عماد، والله تمام. إنك المنحوس أنت بتنحس علينا أصحاب مشرعة. يا منعا يا عماد، يا منعا أنت بتشجعهم تنحسهم كما أنت منحوس. يا عماد شجع أنت بتشجع المستقبل، لا خلك تنحسهم. يا عماد خليك محايد عشان يكونوا تعادل، بعدين نشوف ضربات ترجيح ولا شوط بشوط اضافي. لا تشجع المستقبل تنحسم. كاد ان يكون هدف للعروبه. الله عاد عني ما ارجع شيء حوالك، لا اقول لك خليني اشاهد ونعلم ونخبر ونرسل ونقول ونعلق ونراسل عباد الله. الحمد لله على السلامه في لاعبين على الارض، واحد من العروبه واحد من المستقبل. مصابين بقي يعني باب جول يعني باب مرمى العروبه في خط 18. الله ان شاء الله يقوموا بالسلامه. ما حد معك يا منحوس، لا اقول لك انت اقع لك محايد يا منحوس، ولا شجع لك مشرعه واصلح. اما اصحاب مشرعه قال اقول لهم الجماهير والمشجعين ساكتين ولا صوت اليوم للدو. الان عاد اعصاب اللاعبين مشدوده، لا زالوا الاعصاب مشدوده متوتره. اليوم العروبه لا نعلم ايش فيهم شويه رخوه في الدفاع. والله اللعب للمستقبل مشرعه قوه اليوم،
الله يستر على العروبة، والدفاع معاهم ضعيف يعني مشدودة أعصابهم، ولكن اللعب لا زال لحد الآن مشرعه ضاغطة. سلامات سلامات لعبد الرحمن، سلامات على ملقي في أرض الملعب. ما أعلم ماذا حدث له، مدري شي زبطه، مدري شي رتله، مدري إيش حصل فيه يعني جنب المنصة. النتيجة 0-0، لا زال 0-0 لحد الآن. الآن في لاعب من فريق المستقبل ملقي على الأرض أمام جولهم يعني أو مرماهم، الآن قد قام بالسلامة مع اللعب القوة، مع لعب قوة القوة. أنا علي أدي لكم بس معلومات، وأنتم تسمعوا وسكيتوا وخلاص، ما يهمكم مع من أنا. أنا أصلا عروبي يعني، قد إحنا أصل العرب، إحنا يعني إحنا قريبين للعروبة، وإحنا أصل العرب إحنا وياهم. هذا أن يكون جول على العروبة. ربك يستر ربك يستر، والله مشرع لا يحاولوا لا يحاولوا يسددوا، بس ما بش بعيد بعيد، ولما الضغط ضاغطين صراحة. اليوم اللعب كله نار نار، جو بر بحر، نار نار، جو جو بر بر بحر بحر. هذا اليوم اللعب نغر تصل الكرة، قال يزنطوها قبل الفريقين صراحة. مشرع في زبطها من لاعب العروبة، زبط لاعب من نادي المستقبل يعني يشتي شوت الكرة ورفع رجله لحتى بقي في راسه. كاد أن يكون هدف للمستقبل على فريق العروبة. قذيفة قذيفة، الله قوة القوة في القذائف هذه، طالعات نازلات قذائف. نحن نشتي أرض أرض، ما نشتي جو جو بر بر وبحر بحر، نشتي أرض أرض. رمية تماس للعروبة، رمية تماس للعروبة الآن. هجمة 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 على العروبة، الدفاع تصدى، ترجع الله الله، لا خارج أرضية الملعب. اشتر على حارس العروبة، حصل الله زبطه من لاعب المستقبل، الله يستر عليه. الآن الإسعاف الأول ينزل إلى الميدان ليلقي عليه نظرة ويعالجه، وإن شاء الله يقوم بالسلامة. قام بالسلامة، قام اللاعب بالسلامة، قام الحارس بالسلامة، قصدي قوة القوة، والله قوة القوة من قوة الضرب والزجزج فيه، قال الزجفه. الله يستر باش، الله يستر، لا قد احنا نسلم من الكوار كلهم بربر وبحر بحر وجو جو، الله يستر. كورنيه الآن لفريق العروبة، كورنيه لصالح فريق العروبة، وعلى تنفيذها لا أعلم من هو، مدري ايش أساميهم، والله ما لي علم بالأسامي. الفريقين متكافئين باللعب يعني، هجمة بهجمة هكذا طلعوا في اثنين لاعبين الآن على الأرض، مدري تزابطوا ايش بقي بهم، ما علان الدريش ان اللي فحطوا جار اللي زيدوا الفحاط كلهم. ضربة ضربة من اسمه هذا محمد عمر لصالح العروبة الى خارج أرضية الملعب، والآن ضربة مرمى لفريق المستقبل على التنفيذ الدفاع. اقول لكم اليوم اللعب نار نار، جوي جوي، بري بري، بحري بحري، ماشي أرضي 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 أرضي، هذا ما بيش لا يعني عدم مشدودين الأعصاب، يشتيلهم تنسيم شوية. نار نار من الجول للجول، من لا خارج وضربات مرمى وخطا وفاولات وتماسات وكله نار نار. نحن نشتي أرض أرض، أنجو أنجل عكامة المدربين يعلموهم. والله العروبة اللي لمست الآن، العروبة بدأت تطرح كورة، إن شاء الله في خيرها في أمل إن شاء الله. لم يتماس للعروبة من الجهة الملعب الذي أمام الشمال، شمال شمال يعني أمام الجمهور. نار يا حبيبي، نار نار، قوة القوة قوة القوة، نار. هجمة هجمة على العروبة، هجمة لصالح المستقبل، ولكن الدفاع ينتشر ويغطي المداخل والمخارج. على اللمسات يا عروبة، يا عيني على اللمسات. العروبة الآن بدأ يطرح كرة، والمستقبل لا زال يعني في حالة طالع نازل. خطأ
لصالح فريق العروبة. خطا لصالح فريق العروبة. يا ساتر يا ساتر، ضاع هدف للعروبة، ما حقق، ضاع هدف يا عيدا. دقيقة بدل الوقت الضائع، الحكم يشير إلى دقيقة بدل الوقت الضائع. إن شاء الله نشوف الشوط الثاني لعب هدوء ومتعة إن شاء الله. وأما الآن لا زال اللعب طالع نازل زي ما شوكة الميزان لم يستقر بعد. أجمل مجرعة، واو، جول لمجرعة، جول، واو، جول، وش بهم جول، وش بقيبهم، واه وش بقيبهم. لا أقول لكم الدفاع حق العروبة اليوم مجرور، رجليه مجرورات والأعصاب مجرورة، يشتيلهم السام بن شار. صافرة الحكم للشوط الثاني تبدأ، صافرة الحكم تبدأ الآن. منكم بعدين تسمعوهن، الله يستر يا رب من الانترنت هذا. هجم المشرعة، هجم المشرعة، لا خارج يا ربي، يا الله ستره. هجم المشرعة، هجم المشرعة، يا الله ستر، يا الله. الدفاع يصدها، وخطا 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 للعروبة على المهاجم وصالح الدفاع. العروبة ماشي تمركز، العروبة ماشي تمركز، اللي يخلون نص اللاعبين فاضيين يا جماعة الخير. يعني المدرب حقهم هذا ولا نزلتوا له في الصميل خفقي؟ ما بش تخطيط المدرب، ايش بهم اليوم هكذا. خطا خطا لصالح المستقبل من خلف النص، من خلف نص الملعب. طارق الله كاد أن يكون جول لو لم الحارس يكون مركز. سبحان الساتر، الآن خطأ لمصلحة العروبة. يا جماعة الخير، إيش هذا اللعب؟ وين الناس؟ وين الشبكة؟ أنانيك أمها شبكة، شبكة اليوم مريضة لما قهوا لعب العروبة والمستقبل لا حال ولا قوة. إن شاء الله الآن خطأ للعروبة من النص، بيكون هدف أو لا، بس العروبة لم يتجل لعبها بعد، لا زال هواش نار نار جو جو. محمد عمر يضرب قضيبة إلى المر من نص الميدان إلى المرمى وعادل النتيجة. الانترنت ضعيف، الانترنت ضعيف، والأقل أرسل كل شيء قبله. قوة القوة، ضغط طالعين نازلين. لا أقول لكم طالعين نازلين، عطفوا الميدان، عطفوا، طلع بنزل. لا غارج يا غارة الله، يا غارة الله، هجمة للمستقبل، هجمة للمستقبل. النتيجة 1-1، النتيجة 1-1. لا أقول لكم بس الانترنت، ولا ما سمعت شيء حق التعليق على الجال حق المستقبل. والله إني علقتوا مالك عماد، هذا اللي يحلم بالتعادل. لا أقول لكم قد حنوا عن الرسائل، ما لجين عندي ولا ليرضي يرتسلين حقي. لا أقول لكم 3-2، 3 عربية 2 مستقبلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهموا عربي. قل لك يا أخي حرام، قد ذكرته بس كادك ما قد سمعت الشيء. لا أقول لك الشبكة عندنا مدريش بها اليوم ضعيفة. صالح العروبة الآن خطأ من حيث الهدف الأول، وعلى التسديد مدري منو هذا؟ هذا ود مدولة محمد عمر، منو هذا؟ الانترنت تعبان، هذه مؤامرة، لا أعلم من الذي ضيع الانترنت اليوم من أجل أن نوافيكم. ضربة، ووه، دفاع المستقبل يتصدى، لو لم دفاع المستقبل لكان جول لصالح العروبة. الآن تعادل، جول للعروبة، قوة القوة، 2-1، قوة القوة للعروبة، 2-1، الله، قوة القوة، جول، هدفان. هجمة عروبية، هجمة عروبية، لو تعود هجمة عروبية. قوة القوة اليوم، قوة القوة، هجمة مستقبلية، ولكن الهجوم ضبط الدفاع في رأسه. إن شاء الله يقوم بالسلامة، للسلامة اللاعب الدفاع صالح مسعد، إن شاء الله يقوم بالسلامة. عربية، هجمة عربية، هجمة عربية، الدفاع يتخلص منها إلى خارج بر الملعب، برمت
تماس لصالح العروبة. يا أخي نار نار يا حبيبي، قوة القوة، واحد اثنين اثنين لصالح العروبة، واحد لصالح المستقبل مشرعة. ركني ركنات مرمى، ركنة زاوية لصالح المستقبل مشرعة، الآن ركلة مرمى لصالح المستقبل مشرعة. الركنية تضيع على مشرعة، إلى رمية التماس تعود لمشرعة مرة أخرى، رمية التماس للعروبة. أنا قد أنا أرسل لكم بعد أن تسمعون، الإنترنت عندي ضعيف تعبان جدا جدا، ما أرضين يرتسلين. الله هجمة هجمة يا يا لا بر الملعب، هجمة عروبية على المستقبل ولكنها إلى بر الملعب. لمن كل هذه القنادل تضوي؟ لمن لأبناء اليمن وأبناء موريس؟ لمن؟ هجمة للعروبة، هجمة للعروبة، الكرة الدفاع صدها تعود للعروبة، تعود للعروبة، تعود. ورمية التماس لصالح المستقبل مشرعة. الانترنت ضعيف، اعذروني، قد رسلتوا 1000 مقطع بيصلين عندكم بعد شوية. الآن في لاعب ساقط على أرضية الملعب والإسعاف يتدخل لانتشاله ومعالجته وقياس الوضع ومعالجته، إن شاء الله يقوم بالسلامة. مدري هو عروبي ها مستقبلي أشو. رمية التماس لصالح المستقبل. نار يا حبيبي نار، قوة القوة، قوة قوة الغوة. والجماهير لا زال متأهبة ومستعدة حول الملعب كأنهم مسبحة، مثل ما المسبحة هذاك حق الكهنة، هذاك لجان كبار، الجماهير هكذا عنهم مرصوصين زي ما الخرز. قوة القوة، قوة القوة، لا قوة القوة. حارس العروبة رد ضربتان، وفي ضربتان كاد أن يكونا هدفان محققان لولا الحارس حق العروبة العمري. قوة القوة. وفي لاعب في أرض الملعب عبد الرحمن من فريق العروبة الآن يخرج إلى العلاج، لا يتقنفز مع الله قنفزه، رجله توجعه مدري ايش به. انا اعذروني، انا قلدي والله العظيم اني جهدي للدين، بس الشبكه اليوم مدري منو متامر عليها. اوه هجمه للعروبه، الحارس المرمى ينقذ الجول، حارس مشرعه. زال التسجيلات 1000 تسجيل لم يرتسل، يعني انتم بعد تسمعون بعدين وشوفوا تحليلي والامور سابره. الان رميه التماس للعروبه تنفذ، تعود 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 لمشرعة، ضربة تماس إلى بر الملعب، ضربة تماس للمستقبل، ضربة ركنية المشرعة، كان أن تكون هدف الدفاع العروبة وقفها وهذا كاشاتها، ولولا الحارس يستلقفها ويمسكها، والآن يضربها الحارس، الحارس هذا قوة القوة. جمال العروبة، لكن الحارس يتصدى لها ويمسكها، وتعد ضربة مرمى من حدف العارس إلى الجو وهكذا، وضربة تماس للعروبة. غارة الله يا رب، قوة القوة، العروبة تضغط وكاد أن يكون جول ولكن إلى خارج أرضية الملعب، لولا أنه يعني إيش أقول لكم، قوة القوة خلاص قد هو معروف قوة القوة إيش معناتها. هجمة العروبة، وكاد أن يكون الجول، لم تخطئ إلا شعر بس. يا عيبة يا عيبة يا هذا اللعب، قوة القوة، لا أقول لكم فهموا عربي، الجماهير الخرز حول الملعب. عروبية، هجمة عروبية، ووو هجمة عروبية، هجمة هجمة، لكن الدفاع يصدها ويردها إلى النص. الآن الآن هجمة مستقبلية، هجمة مستقبلية، هجمة مستقبلية، الحارس يتصدى ويمسكها خارج خط يعني بخط 18، خط 18 بس بعيد عن المرمى، فهموا عربي. مستقبلية، هجمة مستقبلية، هجمة، الدفاع يتصدى بالرأس يبعدها، الوسط يستلقفها، والوسط حق مكرعة يردها، وهكذا نية، ولا زال اللعب هات وشيل، اللعب هات وشيل. قوة القوة، الآن مشرعاوية، هجمة مشرعة، مشرعة خطا لصالح مشرعة، قريب من خط ال 18، ربك يستر ربك يستر، الآن خطا لصالح مشرعة من قريب خط ال 18، يا الله
وكرت اصفر لبلال. بلال مدري من ابوه. بلال حسين قائد العروبه. اه بلال حسين قائد العروبه صح. ضربه الان ضربه الحائط الحيطه ضربه الخطا. ها ها يا العارس انقذها. جول لمجرعه. جول لمجرعه. تعادل تعادل يا جماعه الخير. الكره هذه ما داري ايش تشتين. الان التعادل لمجرعه قوه القوه. تعادل تعادل تعادل. الجماهير تبدأ تحرك إيديها. ما قلل إيديها ما للقاف ما قفت تحانشين. قصدي المستقبل. المستقبل يعادل النتيجة مش العروبة. العروبة قوة القوة. هجمة مستقبلية. هجمة مستقبلية وتعود هجمة مستقبلية. هجمة مستقبلية. الدفاع تطحس من بين رجليه. هجمة مستقبلية وتعود الآن للعروبة وسط الميدان. الآن وسط الميدان يشوتها الآن. هجمة كان العروبية ولكن الدفاع يردها إلى خارج الملعب. ثلاثة ثلاثة للعروبة. اثنان المشرع المستقبل. الآن رمي التماس للعروبة مرة أخرى. هجمة هجمة عروبية. هجمة يا عروبية. هجمة هجمة عروبية. إن شاء الله هجمة. إن شاء الله هذه هجمة قوة القوة. ما في الآن رمية تماس لصالح العروبة. فضل الجلال في حالة ارتباط وحالته يا جان. فضل الجلال الله يستره ويحفظه إن شاء الله. ولا زال عبده وقت متسع من الوقت قديم. يمكن يعادلوا النتيجة الله أعلم. لأن اللعب يعني الكرة هذه غدارة ما حد عارف كيف. ركنية مستقبلية. ركنية لنادي المستقبل مشرعة. قد يكون هدف وقد يكون غير هدف والله أعلم إيش لا يجري. وحارس وتصدى حارس المرمى. حارس العروبة قوة القوة يتصدى الكرة في الجو ينطلق لها كأنه صقر. الآن رمية التماس للعروبة في النص لصالح العروبة. تنفذ 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 تعود ترجع. الآن خارجة ضربة تماس لصالح العروبة مرة أخرى. وعلى تنفيذها عمار جبران. انترنت ضعيف واعذرونا واعذروني. انا قد لا ارسل لكم. هجمة مشرعية. هجمة مستقبلية. لا خارج ارضية الملعب. لا خارج ارضية الملعب الهجمة يا رب. الان دخول اللاعب المحترف حميد القاضي وخروج مدريمن الجلال. دخل حميد القاضي. تعود هجمة العروبة. تعود الله. تعود تعود أجمل العروبة إلى أحضان. إيش يقول الحكم؟ ركنية. ضربة ركنية. ضربة ركنية للعروبة. فكنت لاقنا اللي يقول ضربة جزاء بعدين ستر الله. فأنا يعني عروبية. هجمة عروبية. هجمة 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 عروبية. لكن لكن إلى بر الملعب خارج الملعب. هجمة عروبية كاد أن تكون هدف ولكن الآن إلى رمية مرمى. وكان في لاعب ساقط لقد قام بالسلامات من فريق العروبة. هجمة المشرعة. لولا الدفاع لولا الدفاع العروب يردها. واثنين من اللاعبين تراجعوا الان عندهم مدروبين بالوسط والناس لا يلعبوا باش ما حد. هجمه هجمه عروبيه. هجمه عروبيه. هجمه هجمه. الان باثنين بالوسط لعبوا الخبر فانا مقلوبين تراجعوا ايش بقيبهم. والفريق يلعب ما باش يلعبوا باش يلعب العاب باش على ربك. اهم شيء اللعب. مالنا ومال ليهم مدربين. واحد من العروبه واحد من المستقبل تراجعوا. الآن ركنيه للمشرعة فين العروبة. الآن غطوا علينا الجماهير. يا جماهير قسوا الله يشلكم
ويردكم. واو ايه ها هجمه 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 للعرب. لولا ستر ربكم كاد ان يكون قول، وان شاء الله نقول. ها هجمه هجمه للعرب يا الله. لا خارج ارضيه الملعب ناري جوي بري فوق اللقمه قهنهن 9 10 10. قال لكم الناس افضل اللاعب منو؟ افضل لاعب احمد ناصر نادي العروبه، افضل لاعب بالمباراه. والشعب والجمهور لقد قام حول الملعب، ربنا يستر ما خلونا يرى الله يشلهم من تجاهنا، ولا قمت بتكل الخيط حق الخرز هذه المشكوك اللي تجاهنا خيدني يناطلوا من تجاهين. خطا من النص لمشرعه لصالح مشرعه العروبه، فين صالح مشرعه على العروبه يقوم بتنفيذها الان. لا زالت المحاوله مستمره، ولكن دفاع يردها الى النص، واللاعب حق النص يضرب وهكذا. تعود وترجع العروبه يردها. الان في النص الكوره اسماعيل، ابو اسماعيل قوه القوه ضغطوا علينا ما خلونا الله يشلهم، الله يشلهم هذه الخرز، الله يقركم اربوا يا جماعه الخير. اعذرونا يا جماهير، اعذرونا ايها الذين انتم خلف الكواليس. الجماهير قام مثل ما المسبحه مشكوكين علي الحرام بعد ان يلابذلهم نقصوا بتكل الخيط خلهم يناطلوا. يا اخي خلونا الرأي هذا ايش من شعب، شعب ما يفهم الكوره. هاجمه مستقبليه الان مع الرجال حق العروبة، بس هاجمه مستقبليه ردها الدفاع للنص. الان تطلع هاجمه يعربيه، هاجمه يعربيه. ضربة تماس لصالح مشرعه المستقبل. الى خارج الملعب، رمية مرمى لصالح العروبة. الشبكة عليها لعنة الله، شبكة علي الطلاق، ان الشبكة قبل الف عنو مقطع، الف مقطع المقطع. خبره ما رضي ان يرتسل ينقض، احنا لا نضرب للجماهير يجزوا خلونا الرأ. شي جالسين انتم عليكم تحكموا من هو المنحوس، انا ولا احمد؟ لكن بصدق قلدكم الله، وانا حذرتوني لا يشجع شي مشرعي كلها محايد خذني عادلوا. رمية تماس للمستقبل، مستقبلية، رمية تماس مستقبلية. لا زالت النتيجة 3-2 لصالح العروبة، 3-2 مشرعه. الله الان رمية تماس للمستقبل. باب قال يا رب. يا 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 تدير بس وو وو. لا خارج من فوق القائم لصالح مشرعه، كاد ان يكون هدف على العروبه في الدقائق المميته والقاتله، كاد ان يعدل النتيجه. الذي في السيارات، الذي في السيارات متضايقين لا يضربوا هرنات للجمهور الذي هم قوى. واو كاد ان يكون هدف للمستقبل لولا الحارس. هجمه مشرعيه، هجمه مستقبليه، هجمه مستقبليه. الدفاع يخلص، هجمه مستقبليه. ايوه الدفاع انطلق. هجمه مرتده، هجمه مرتده. كنت تدخل عنيف وكرت اصفر لصالح على لاعب المستقبل، تدخل عنيف. لقد ضرب اللاعب اليعربي، ضربه اللاعب المستقبلي. الان نلعب بالدقائق الاخيره، في الدقائق الأخيرة، بس اعذروني والله ما علاه. يا جماعة الخير الجمهور، هجمة عربية وقذيفة جوية جوية، جو جو صواريخ، جو جو يا لعب قوة القوة. ولي اللي خبر على البنايل منو؟ نبارك للعربية الآن، تقول نبارك لهم ولا لا زال عشي؟ عنوني انا مع الله راشد، اعذروني بالدقائق هذه الدقيقتين الاخيره. لعب نار نار، جو جو، بر بر، بحر بحر. الان تماس لصالح المستقبل مشرعه ينفذ الان بوسط الميدان. الان هجمه مستقبليه، ولكن الدفاع اليعربي يخرجها. تماس مستقبلي
لصالح المستقبل. الآن الجماهير تقوم بتغطية الميدان وتشك خرز من الطرف للطرف، والله يشككم بعودين، خلونا الراء الله يجلكم يا هذه الناس. أخي الشعب انت قل له جالس ماشي راشن يا أخي، ما انت فهم انت. الآن في هذه الأثناء الضغط على فريق اليعربي صفر الحكم الفوز ألف مليون تلريون فريون كرترون. مبروك للعروبة، مبروك للعروبة، ألف مليون تلريون للعروبة فريون شريون. ألف ألف مبروك لفريق العروبة الحميرة على المركز الأول للنصف النهائي. والله العروبة تتأهل، وهارد لك الفريق المستقبلي، وألف ألف مليون مبروك لليعربي. وهكذا أيها الجماهير سادتي مشاهدينا خلف الكواليس تنتهي المباراة بفوز اليعربي 3-2 لصالح مستقبل مشرعة. ومع تحيات محدثكم أبو مالك عادل أحمد حسين صلاح بان مشرعة. في هذه الأثناء تهاجم مجرعة، لا زال تهاجم بقوة، ولكن الحظ لم يحالف بعد لتعديل النتيجة. نار يا حبيبي نار، نار يا عماد يا منحوس نار، جعل برحك يا عماد. قلت لك انت قع لك محايد لا شجع هذه ولا هذه، قلت لي لا اقول لك انك ما منك. اعذروني يا شباب، والله الانترنت اليوم خاني، الانترنت خاني وهاني امام الجماهير الذي وراء الكواليس. قام يا عماد انك منحوس، شجعت الاهلي السعودي واهتزم، شجعت المجرعة اهتزم، شجعت اي فريق شجعي اهتزم، جعلنا حسك ربنا. لكن ان شاء الله نصلين لعندكم وتشوفوا وتسمعوا وتتمتعوا بالاجوال وبالامور وبالدنيا وبالحركات وباللعب وباللعب نار نار جو جو بر بر بحر بحر. الله ان المعلقات قد هن يجي الف الف الف، انتم جاي تسمعون شاد القوم كمنهن عن ولاد القدو الا بعد ما تسمعوهن وتعيدوا النتيجه. يعين مشتيان يوصلين، اهم شيء ان احنا اديتوا واجبين. اللهم مدري منوه مسك لنا مسك علينا الشبكه حق الانترنت متعمد علشان العروب. يمكن عماد المنحوس كما هو منحوس شجع لها اصحاب مشرع على بجهم الله يلبجه. وانا قلت له يكون محايد ما ارضي، شجع مشرع علي يقولني لضحك عليها، شجعها اهتزمه قعودها انه منحوس، حرام انه منحوس حرام. يا جماعة اسف يا مشرع، خليت عماد يشجعكم وهو منحوس. والله انا قد قلت لكم لا انتبهوا عماد يشجع المنحوس، قلتم ما حد رضي يرد علي ولا يحاكي ويصلحنا. انا اسف على الهزيمة، وهارد هارد لكم يا مشرعة، والف مبروك للحمارة. لكن هو اتهمني اني انا المنحوس وانتم محكموا قلتكم الله كما تشتوا. يلا الشبكة لا زالها مستمرة على عنادها، قولوا لي هم عرقل انها يفكها قزل قهن بارا قفازها العروب بثلاثة. من هذا ماسك الشبكة حق الانترنت؟ الله يشله ويشل ابوه. بالجماهير ونرحب بالجماهير الذين خلف الكواليس إلى نقل مباراة العروبة مع المستقبل. الآن يبدأ النشيد الوطني. اليوم خلف فريقين لوحيهم كبار وطوال وعراب ومشنبين ومدقنين، وينقر ساقوهما كذني مطوهم. عشان هرب عماد لا جبرك، تقول ناري ولا إيش؟ يا عماد برحك برحك أنت يا منحوس يا عماد. انت منحوس اليوم جات نحس الخبرة قل وحيهم انهم ينتحسوا بسببك. لسه عادهم ما قد بدأوا، الحين بيبدأوا ان شاء الله عادهم مجتمعين معا.